نروح بقى لكرة القدم، يعني اللي بنحبها واللي الناس كتير يعني بتنتظرها، العشاق بقى كرة القدم بالذات لقاء القمة. يعني أول ما تقول أهلي وزمالك بيبقى يعني الناس كلها بتبقى منتظرة جدا، وإن شاء الله في بطولة الدوري يلتقي الأهلي والزمالك أيضا يوم السبت، وطبعا هنشوف يعني إيه اللي هيحصل وإيه اللي ممكن يعني نشوفه من المباراة، يعني مين اللي هيقدر يكمل ومين اللي هيقدر يحقق نقاط أكبر. وزي ما أنتم عارفين قصة كمان كهربا كنا اتكلمنا عليها حتى الأسبوع اللي فات، خلينا كده مزيد من التفاصيل نروح فيها لكابتن أحمد الهواري. مساء الخير يا كابتن. أستاذ شك حياتي لحضرتك ولكل مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. السبت لقاء قمة منتظر، لقاء قمة يعني في تشويق وإثارة وانتظار، يعني كل فريق عايز، الأهلي عايز ياخد نقاط أكيد ويفوز، والزمالك عايز يحسن النقاط بتاعته، فكلمني عن المباراة المقبلة بإذن الله. أكيد مباراة بينتظرها طبعا كل عشاق الكرة المصرية، مش في مصر بس بل في الوطن العربي، يعني ديربي من أقوى الديربيات. الأهلي داخل الماتش بنشوة انتصار بالفوز على سموحة وتأهل لنهائي كأس مصر في مباراة الأفضل للأهلي الموسم ده، عكس الزمالك تماما اللي ودع كأس مصر بالخسارة من البيراميدز. لكن الأهلي عنده طبعا ظروف صعبة بغيابات عديدة جدا، بداية الغيابات كانت بإيقاف محمود متولي هيغيب عن المباراة، برضو انضم الغيابات البرازيلي سافيو وايضا عمرو السوليه اللي دايما بيكون ورقه رابحه للاهلي في مباراه القمه. خليني اقول لحضرتك ان برضو في احتمالات لغياب حمدي فتحي، لكن احتمال ان هم الجهاز الطبي يعني يحاول ان هو يربط اللاعب، هو اللاعب عنده التواء في الانكل، فاحتمال ان هو ممكن يعني الجهاز الطبي يحاول ان هو يدفع بيه، لكن في تخوف شويه ان هو لو شارك الإصابة تتفاقم يعني وطول مدة غيابه، فلسه موقف حمدي فتحي لم يتحدد بشكل نهائي. طبعا على في خط الدفاع برضه غيابات الأهلي عديدة، بنتكلم بعد إيقاف محمود متولي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بنسبة كبيرة برضه خارج مباراة القمة، عشان يكون خط دفاع الأهلي في المباراة دي ربيع وهاني، ويكون على الجانب الايمن يعني او الجبهه اليمنى خالد عبد الفتاح المعار من نادي سموحه. وقلنا معسكر نادي الزمالك، يعني الزمالك غياباته اقل شويه مقارنه بالنادي الاهلي، غياب فتوح هيتواصل وعبد الله جمعه بنسبه كبيره، لكن ما فيش غيابات كتيره زي النادي الاهلي، والزمالك شغال اكتر على الجانب النفسي، لكن الجانب الفني هو اللي شغال عليه النادي الاهلي، لان الزمالك طبعا خسارة بيراميدز وتراجع النتائج المتجذبة في الدوري أدى للزمالك النهاردة بعد فوز بيراميدز على فاركو بقى في رابع الترتيب في جدول الدوري، فالزمالك يعني شغال مع اللعيبة على الجانب النفسي عكس النادي الأهلي اللي شغال على الجانب الفني أكتر. موضوع كهربا لسه كما هو، يعني بقت الفيفا سامحة أنه يلعب، بس عشان يلعب لازم يسدد كل المبالغ طبعا اللي موجودة عليه. طبعا هي لسه الكرة المصرية في مسلسل كهربا لم ينتهي رغم مشاركة اللاعب مع النادي الأهلي في مباراة سموحة بعد انتهاء الإيقاف، لكن المسلسل لم ينتهي. يوم 2 فبراير في جلسة استماع في الفيفا ما بين كهربا ومحامين نادي الزمالك، رغم مشاركة كهربا مع النادي الأهلي في مباراة سموحة، الزمالك تقدم بمذكرة جديدة تضمنت يعني فيديو لمباراة الأهلي وسموحة ومشاركة اللاعب في المباراة، رغم عدم سداد اللاعب للقيمة يعني أو غرامة بشكل كامل. محامي الأهلي هيستند في جلسة الاستماع إن نظرا لأن اللاعب تقاضى راتبه بالعملة المصرية والغرامة بالدولار وفي فرق كبير ما بين العملتين، فيتم طلب تقسيط المبلغ. نادي الزمالك طبعا هيطالب بتجديد إيقاف اللاعب لفترة أطول نظرا لعدم سداد الغرامة اللي تخطت أو وصلت حوالي 2.5 مليون دولار. فلسه احنا يعني على يعني احنا لسه هنفضل عايشين زي ما احنا عايشين في الدوري والنقاط، هنعيش احنا كمان في مسلسل كهربا على التوازي، يعني
ده هيفضل هو ده كمان موجود. عموما بنتمنى كده. مش عايز تقول لنا اي حاجه برضو كده عن الكواليس؟ في اهلي ولا في زمالك؟ اي حاجه، اهلي او زمالك، حاجه هنا لا حاجه يعني هنا. انا زي ما بقول لحضرتك مباراه القمه الشغل الشاغل طبعا، الجماهير منتظره طبعا تدفع الصفقات، لكن الاهلي والزمالك هيعلنوا عن صفقاتهم الجديده بعد القمه، سواء المهاجم بالنسبه للنادي الاهلي تمام، او الصفقتين السوبر اللي كان نادي الزمالك اعلن عنهم. يعني اذا خلينا نقول، نلخص ونقول ان القمه هتبقى بعدها، هتاتي الكواليس والمفاجات بعدها. بالظبط كده. طيب بشكرك جدا الناقد الرياضي احمد الهواري، بشكرك شكرا جزيلا. واضح جدا يوم السبت هيبقى كره يد، واحنا هنتفرج على كره اليد واحنا بنشجع كلنا منتخب مصر، لكن امام الاهلي والزمالك، الاهلي يشجع الاهلي والزمالك يشجع الزمالك، هو يوم رياضي كده ناخده يوم السبت.